أما المركز الأول فكان من نصيب صالح أحمد تكريم من بنغلاديش. الآن يا حافظا لكتاب الله أي مدى يضم وجهتك الخضراء للأربي. يا حافظا لكتاب الله أي مدى يضم وجهتك الخضراء للأربي. مرت عليك رؤانا فانحدرت لها صوتا يعلق نور الله في الهدب. مرت عليك رؤانا فانحدرت لها صوتا يعلق نور الله في الهدب. صوتا يعلق نور الله في الهدب. يا حاملا لكتاب النور أجنحة تلف حولك بالأضواء في لجبي.